خب حبيبي اعطى امك وسلم عليها ان شاء الله. خب حبيبي مع السلامه. لا اله الا الله. سك الباب. من وين تضحكين؟ من هذا اللي وديت تضحكينه؟ هذا حسام ولد اختي. ايه الله يصلحه ويخليه لهاله. اقول هلا. أروح السوق، وش تبون انتم؟ نبي لحام وخضار وفواكه وموز وتفاح. زين اللحم مشي خشت. الخرف العادي يسوى 1008، والخرف الطيب يتعدى 2000. خلي هذا كله ما علينا منه، لكن الخضار والفواكه اللي مات للسوق طول الموسم، كل مكان تجي تلقى الخضار، ما ادري منين تجي. خضرتنا حنا، خضرتنا العاديه ما هي بتطلع الا بالشتاء، ما ادري ليش. زين خلاص، اجل جيب لنا دجاج. دجاج؟ دجاج ما غيره؟ دجاج انا والله ما احبه، يقولون كله هرمون. عادي ما فيها شيء، خلينا ناخذ هرمون، يصير المجتمع كله مفخخ. اي ما فيها شيء كمال اجسام. يا ابن الحلال تقعد توسوس، ومن اللي قال لك يرفع هرمون وينزل هرمون؟ بس خلنا ناكل الدجاج والحمد لله نصير بصحه وعافيه. ما يهم، الدحية وين راح ويا حرمته؟ راح المطعم. انت تعرف ان منال ما تاكل الفاست فود المشبع بالدهون والكوليسترول. الله يكفيها بشر هالمطاعم واكلها. زين لا تنسى المقاضي وترجع البيت وتقول الجيب فاضي. الله يطول اعماركم، ما ابغى شيء يرمى من مزرعه الدواجن. يكفي ما جانا من خسائر انفلونزا الطيور وجنون البقر، ترى ذا شيء مخسرني ملايين ملايين، تفهمون ولا لا؟ بس يا شيخ مناحي، الحين في دجاج كبير وما يستفاد منه، هذا كيف نتصرف فيه الحين؟ وصل احساسك. شوفوا يا شباب، شوفوا الموزعين ها سواقين الدينات ياخذون الدجاج الكبار على الكبار يوزعونه على الخطوط، على الخطوط خارج الرياض وبنص القيمه، والباقي شوفوا البنغاليه والهنود والباكستانيين اللي شغالين في المطاعم اعطوهم بعد بنص القيمه، وزعوه صرفوه بدون خسائر. طيب والدجاج الكبير هذا طال عمرك؟ سوال وجيه جدا واشكرك عليه. الباقي من الدجاج الكثير هذا تاخذونه تعطونه في الفرامه، تفرمونه 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 لين يصير ها علف للدجاج الموجود عندنا. اكلوه وسلموا لي عليه وقولوا من طرف الشيخ مناحي. يا جني مبكيك يا طويل العمر، بالنسبة للإعلاف لا تشيل همها، لأن الهرمونات الكيميائية الله يحييك تنفخ الدجاجة في 11 يوم وتخليها أكبر من النعامة، ها؟ وصالحة بعدين للاستهلاك الآدمي. وصل إحساسك وكثر لي من صلاحية الاستخدام الآدمي. أبغى الدجاجة خلال أسبوع تكون بطة، ما 11 يوم، 11 يوم معناته لو ضربناها في كذا كذا يطلع لنا خسائر ملايين، فهمت ولا لا؟ يلا. السلام عليكم. ايش ذا يا عمي؟ كله منك، طارت. طارت؟ وش اللي طارت؟ الذبابة، أبغى أصورها. أسوي عاد. اسمعين، أنا شفت الكاميرا هاي ثاني مرة معك، أخذتها وكسرتها. أنا مصورة فوتوغرافية، وخليني أمارس هوايتي. خليني أمارس هوايتي، اسمعي عاد. خلي عن الخطر هذا كله. وين غدانا؟ جيبوا غدانا يلا. ما في غدا، ما طبخنا، طالبين من برا اليوم. طالبين من برا؟ انتم تعرفون اني ما احب المطاعم ولا اكل المطاعم. وبعدين بعض المطاعم هذه اكلها ما ينوكل، ما ينوكل، شربوها بزين. واللحم اللي يجيبونه ما ادري مين اللي يجيبونه. السلام عليكم. اكو السلام. خذي منال حبيبتي، خذي لك هذا عام. ودي يجهز الغداء. وعلى فكره ترى 76 ريال حاولت اصرفها البنوك مقفله، ضربتها بالسعودي طلعت كلها 7 ريال، فبالتالي بعطيك اياها كاش. كيف الحال يا ابو الحي؟ اهلا وسهلا. ايش دخل اللي انا طلبته بالبنك دحوم؟ حبيبتي انت مرسله رساله في الجوال تقولي جيب لي 76 ين. او ماي لورد، ما صدق. اقول لك تحين السكس يعني تا،
والسفن يعني ها يعني تحين تحين. أمك قالت لي أرسل لك كذا أشبك. أمي بنص الجبهة بنص الجبهة بتحيي مين؟ يا ناس ارحمونا من الأكلات السريعة هذه، ارحمونا وارحموا أنفسكم. هلو هلو أمريكا، هاو دو يو دو أفريكا، طلعوا شباب الهيش بيش، بربي كشتو كنك بيش. علي باشا ممكن تاخذ للبنفسج سرسورة؟ ما شاء الله عموري وصل عندنا، متى وصل يبا؟ يا شين السرج على البقرة في نص الجبهة. أنت ما صرتي مرة وعاقلة وتركتي عند هالهبال. اسمعي علمي البنت منال هذه تعرف وش تشتغل بالبيت، علميها شغل البيت. إذا كانت أمها معلمتها علميها أنت، علميها من طقطق. لا سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أمر كريم متحير في نص الجبهة. على مالك يا شيخ مزنة لا تزحلقين على الدرج، ترى الدرج غالي ورخام، البلاطة لحالها ب 66 ريال شاريها. واو ما شاء الله ما شاء الله، هذا ايش قاعد يسوي؟ قال في بيتنا ساحر ما في الا تشك تشك كانك في شارع التحليه. يو يا مناحي ترى زحكتني. زحكتني؟ يعني ايش زحكتني؟ يعني ضحكتها. ناري لليل والله ذا المصاري ما خلونا شيء. زحكتني يا ضحكتني يعني، وزعجتني يعني زعزعتني. لا اله الا الله. عموما اتمنى تمسحين كل الصور اللي في الجوال، لان لو ضاع الجوال منك صور الشيخ هدليل كلها تنشر في النت وفي تويتر وفي الفيسبوك وفي البالتك. ويش فيك يا مناحي؟ انا جالسه اصور تسريحتي حق رفيشتي منوش. يا ويلي ويلي منوش؟ منوش يعني منال زوجة التحيم. منال زوجة التحيم. عموما يا بنات منتوشي منفوشي خنفوشي كنفوشي معرفوشي زايشي هذا كلام فاضي كله. انا جوعان روح للمطبخ وجاهز من الغداء، خلوني اتغدى وروح عندي اجتماع اخر غداء. تغدوا انتم براحتكم، انا طالبه ديليفري. يا ويلي ويلي من تلفني ذا؟ لكن اخو منشوخي. لا لا ديليفري تعرف انت دليل اختك دائما دائما تحب اكل برا، ما تاكل شيء من البيت، هي عمرها ما شافت المطبخ. اوف 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 يعني اكل مطاعم؟ يا مهبوله تاكلين من اكل مطاعم، انا اقشر واحد يعرف اكل المطاعم، كل اللحوم وكل الزيوت وكل قسما بالله بعض المطاعم يقولون يقطعون حمير ويحطون البني ادم ياكلونه، مهبوله كل يسوي شي منهم مشاكل. يا حمير وش تبغاني يعني؟ تبغاني انا اروح للمطبخ واقصص التمات والبصل؟ لا يا دليل خلاص، تبيني انا اجي اروح للمطبخ واقص تمات وبصل لحالي؟ شوفوا والله اللي بيحصل في الصاله دي تمات وبصل وتذبح بني ادم. يلا المطبخ بسرعه لا يجيكم المواد، قالوا تمات وبصل. يلا يلا يلا. عطني المايونيز يا محمد. ابي اعطيك المايونيز بس بشرط ابيك تطلب لنا من الهمبرجر ذا اللحم، ترى زين. لا ما يشبع اخوي ما يشبع. مثل اللي طلبناه البارح؟ لا اللي تغديناه اليوم، وتعرف ما اعرف اسمه وفشل اقول له همبرجر. شوف شوف لو سمحت يا صديق. تحوم؟ يا روح دحوم وقلبه وحياته انت. امريني امريني حبيبي. اي احلى ديكلوتي ولا ريغولون ولا شارلستون لويست؟ واو لويست هذا افضل ممثل عندي، احب اتابع افلامه، بس متى يجي؟ هو شارلي شابلون ذول اللي ناقزون، يا انا اعشقهم عشق. او ماي لورد شارلستون يعني بنطلون ضيق. في نص الجبهه. عموما استون 70 اتمنى تقومين وتقلبين وجهك لاني ما ابغى اشوف وجهك. يلا خلاص خلاص خلاص، ليش معصب؟ هدي هدي. وثاني شي ما يصير كذا تاكل وتنام، تجي نلعب رياضة؟ أقول قومي طلعي برا، أنا أبخص بطني. طيب زين أتفي؟ أتفي عليك وعلى أشكالك، وش اللي أتفي؟ أنت إيش بيك؟ أسألك أتفي؟ إذا في أهلك خير أتفي، وش فيش بسوي فيك؟ أتفي النور النور قصدي النور. أتفي علي وعلى أشكالي اللي ما فهمتك، بس لا تواخذني ترى في الإنجليزي والفرنسي أنا بعد يعني شوي لك علي يعني، بس ممكن تتفي النور وتتفي وجهك برا. يلا منوحي. أتعرف جانا أبو نايف؟ إيه معروف. جاب كوسة بيتهم طول ولده نايف اللي برابع ابتدائي. والله يا شيخ مزنة هذا الناس ما يخافون الله، يحطون هرمونات في الخضرة. ولا عمرك شفتي برتقال في الصيف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الله ينتقم منهم يا منوحي، سببوا أمراض للناس. آمين. تصدق يقولك حتى الدجاج حتى وفيه هرمونات؟ الله ياخذهم، حسبي الله
تشيل فيهم؟ أول شيء المفروض ما تدين على الخلق الله، خليهم، فهمتي ولا لا؟ ثانياً الحقيقة معالي الوزير ها في إحدى تصريحاته قال إن الدجاج المحلي ما فيه أي هرمونات وإن دجاج 100% وبرا كل المزارع والدواجن السعودية. الحمد لله. الله يطمنك يا منوحي. المهم مو هذا موضوعنا. أنا عندي سؤال أبيك تجاوبني بصراحة. أي والله أنا أشبه أهم شيء يكون السؤال ما في أكشن ولا في دجاج ولا أي شيء من ناحية هذا. منوحي السؤال بعيد مرة 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 عن الدجاج. وشو؟ هل ينام الحب ليلا؟ أم هل الليل ينام حبا؟ أم أنا والليل ننام حبا؟ أي طيب وين السؤال؟ سألتك منوحي. أي أنا أبغى السؤال عشان أركز في الإجابة وأتمعن فيها وأعطيك إجابة كافية ووافية. سألتك منوح إيش فيك؟ عيدي لي عيدي مرة تارة أخرى. هل ينام الحب ليلا؟ أم الليل ينام حبا؟ أي. أم أنا والليل حبا لا ينام؟ عرفت عرفت حل اللغز عرفت حل عرفت عرفت حل. وشو؟ هذا القمر ورمضان إذا جاء ها إذا جاء رمضان قالوا هل هلالك يا رمضان جانا جانا رمضان هل هلالك يا رمضان من القمر الهلال. منوحي أنت تدل المحلي شغلنا من البيجامة؟ أكيد حتى أنا لابسها ما كويتها ولا شيء من الكيش إلى على ظهري مباشرة. حياتي الله يخليك تروح ترجعها بأسرع وقت ممكن، وإذا ممكن نرجع بيتنا القديم، وإذا ممكن تنام هنا بهذه الزاوية. تصبح على خير وما أتمنى ما أشوفك. تصبح على خير. هل ينام الليل حبا أم ينام الحب ليلا أو ينام عرفت عرفت حل السحل بعد السحل بعد السحل بعد. إنوفا انسجام كل يوم. يقولوا إني أنسجم مع أي وضع، ألبي احتياجات كل أفراد عيلتي، تقدروا تقولوا عني عملية، أكيد أنا كذا. إنوفا انسجام كل يوم. For the day. For the night. Challenge. Boss bottled for men. Fragrances for success. رمضان كريم من المتحدة للسيارات. أنا الدجاج أمشي. قدرت أتعلم. فصلي لربك وانحر. قدرت أتكلم. حكاية روشيه، قصة الشغف الحقيقي للجودة، الخبرة العريقة والإبداعات الراقية. هنا ولد روشيه من حبات البندق الفاخرة وأجود أنواع الشوكولاتة. روشيه اسم من ذهب يحول كل لحظة حين تقدمه إلى لحظة ثمينة. فيريرو روشيه في رمضان المبارك نور من القلب في قالب من ذهب. إطلالة جريئة مع أحمر الشفاه كولر أليكسير من ماكس فاكتور، اختيار خبراء تجميل النجوم. بشرة ناعمة لأربع وعشرين ساعة بعطر المسك الساحر، بازلين المسك المخملي الجديد. موسيقى
منوش حبيبتي قولي. منوش أمانة وش قلتي يعني أول ما شفتيني؟ وش حكيتي؟ صراحة أول ما شفتك قلت ياي إيش دي المكرورة. طيب وبعد ما عرفتيني وش قلتي عني؟ حقيقة قلت ياي مرة كيوت. ثانكس تتلي مين؟ طيب دلوش وأنا أول ما عرفتيني أمانة وش قلتي عني؟ تبيني الحقيقة ولا تبيني أكذب عليك؟ لا ما بلا الحقيقة. أنا أول ما شفتك وانتي في الجامعة مع البنات مع الجروب طالعين من الكلاس قلت ياي حيوانين أقصدهم هم، ولما شفتك قلت ياي من هذه مرة مكرورة. أو ماي لورد. طيب وحين إيش لقيتيني؟ الحين أقول عنك إنك أنتي مرة كيوت. يا لبا قلبك. تخيل سامي يطلع مذيع التلفزيون في نشرة الأخبار ويقرأ نشرة الأخبار بالطريقة دي للبنات الكيوت والشباب الكول. أود سفن مي نايندر مسؤول بوزارة الفايف ثري إن مزار ثري الدجاج الموجودة في الثري ودية تست فايف دم الهرمونات الكيميائية وأن سفن دل فايف بر ثري أري إن من الفايف سفن ناين ويجب على المو سكس نين إن تي سي. الحمد لله. وش الكلام اللي تقوله يا دحيم وش معناته؟ معناته انت ودروسك يا سامي في مصدر مسؤول في وزارة الزراعة ها؟ طالع في التلفزيون وصرح ان الدجاج في السعودية ما في لا كيمائي ولا هرمونات، بس في اشاعات طالعة ان الدجاج في السعودية فيه الشغلات ذي، وقال المواطنين ياخذون حذرهم وان الكلام هذا ما له اي اساس من الصحة. دحيم زد سمعت عن طال عمرك تيس حلو؟ أما وش تقصد؟ إيه يقولون مناحي عنده تيس يطلع حليب وحليب هذا يشفي من جميع الأمراض. عاد اسمع يا سامي، تيس حلوب قطاري غرز، ترى الكلام ده والحركات دي ما تمشي عليه، يعني اقلب وجهك. أنت وين راح تفكيرك أنت؟ يا تحيم أنا مستعد أراهنك على هالتيس ذا. والله شوف يا سامي، أنا ممكن أقتنع في كلامك في حالة واحدة، إذا صار في تيوس جنس ثالث ولا شباب يتفخون صدورهم ها ويصيرون ياي جنس ثالث بعد، هذه ما هي راكبة معي بصراحة. بالله عليك في تيس جنس ثالث؟ يعني بدل ما يبعبئ ينعمة. شطة لو سمحت شطة. تهومي حبيبي؟ ها أقول لك يمكن ذاك الشيء يكون صار. والله يمكن ذا الترمس شق في جبهك، فاهمه ولا لا؟ ترى بقض ضروسك، تكلمي زين. تهومي حبوبي تكلمي زين. او ماي لورد، وانا كل ما باجي افرحك انت تكدرني؟ ليش دايم معصب؟ يا صبر الارض صبره. خير قولي ليش عندك، يلا سمعينا. يعني يكون يمكن في بيبي جاي في الطريق. طريق الحاير، طريق الملك فهد، ترى هذه قديمة حبيبتي، تجي رسائل إنه إذا شفت أي بيبي أو أي طفل أو أي شيء بالخط لا توقف له، لأنه ممكن يكون كمين، هذه معروفة، عندك غيرها؟ توتو وش فيك؟ يعني أكون حامل. أو ماي جاد، حامل؟ هبرك ساعة، هذا اللي أتمناه، شوفي بروح أبلغ أمي وأبوي وأجي. لا 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 لا، خلينا نفرح إحنا بالأول كذا بطريقتنا الخاصة، نروح نتعشى بمطعم، نروح مكان كذا مرة راقي. وبعدين نجي نفرحهم. اوه ماي جاد، تستاهلي اوديك اركم مطعم في الرياض. في الرياض اروح ابلغ امي. بروح ابلغ امي. حل عنا من شان الله. يلا اذا بشوف وشك مره ثانيه هون رجليك بدي قصهم، فهمان؟ ولا تعمل زي صاحبك لما تجيهن هون مره ثانيه. يا حبيبي هون ما هون، صاحبي كاتب في دفتره وفي تقريره ما في ملاحظات على المطعم، واللي عندك لحم خايس ودجاجك كبير ولا يصلح للأكل، وأنا راح أرفع تقريري هذا، وهذا يعتبر خيانة للأمانة. يا الله خوفتنا الصراحة، خفنا أنا والزلمة. ها حبيب قلبي الله يرضى عليك، روح إليه يا حتاخذ الـ500 يا ما نشوف وشك. يعني تعطيني رشوة ها؟ لا يا حبيبي، أنا راح أقفل مطعمك هذا وراح أحملك غرامة غير العمالة السايبة اللي عندك اللي بدون شهادات. حبيب قلبي يا ما تسكر المطعم ويا ما بدلنا عمالة، ها ما بيهمنا نحن الموضوع. يلا حبيبي يلا. حبيب قلبي وينك؟ بعت له وجبتين على البيت ماشي؟ ايه. يلا يا شباب كملوا الشغل كملوا.
يا اخويا حبيبي خايسين يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي انا سمحت يا جماعه يا اخي معاله يا اخي ساعتين واقف من المطعم برا بعدين ما اكل اخر المطاعم يا اخي انت رقمك كم رقمك كم 54 لسه ما شايف الناس دي كلها واقفه قدامك لسه احنا الاعداء في 29 اصبر طيب على بنت يا اخي عالم عالم مو واحد يرجع ياخذه ودي بيته عالم حرمه برا يا ابو شباب ما شايف الناس دي كلها قدامك اصبر شويه اصبر شويه انت بعد يجي رقمك بنجيب لك الاكل لحد عندك طيب الله يرحم امك عجل علي كويس اوكي كيف يلا يا اخونا يلا 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 جاكس الجراديه خير ان شاء الله وش الموضوع؟ شوف يا تحيم والله انا قلبتها يمين يسار ابغى اصير شيء في المجتمع ابغى الناس ياشرون علي طالعوا طالعوا ما قد ما لقيتها وفجاه وطل في المرايه واشوف المرايه طن 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 والقى ذاك الجمال اللي هو جمالي وزيني وسملحي قلت حسافه والله خويتي اللي شفتني بتقول يا الله خقق وقررت حال أصير كول يمكن أحد يعطينا وجه يعني شفير حبيب ترى أنت فاهم الوضع غلط الشباب الكول هم الحلوين اللي هم أمثالي أما الخوال اللي أمثالك ترى مفروض ما يسمون شباب كول يسمونهم شباب هوت طيب طيب أنت دائما تحطمني كل ما أسوي شيء تحطيم تحطيم يا أخي أرفق بهذا الشاب الضريب يوم من الأيام عطني تشجيع يا أخي بعدين أنت منت بأقوى شيء ولا أقوى شيء وش صار يعني؟ اسمع يا الكول انتبه ما قلت الكور الكول ترى انا عندي خلفيه تامه من زوجتي ملان على الحركات ذي فانتم مثلك وشرواك المفروض يسمونهم الكوليين المتنتنين فهمت يا الخال؟ وش الخال؟ دائما دائما تحطمني يا تحيم المهم انا ماني فاضي لك انا مبزوز انا بيزي يعني مشغول ابى اروح اجوجل واتنتن يعني انتنت يا اخوي اقعد اقعد ترى الله بلاني في البنات الكيوت والشباب الكوري اللي مثلك اللي فاهمين الموضه غلط جايينها كذا من ورا ما في روس امهم سمعك اغنيه كاتبه فيكم انا اتحداك اي والله اغنيه لنا انا اي طبعا خاصه بالشيون امثالكم يلا سمعنا يلا يا وليدي يلي كلك كشيش انا خشمك انا دبت الشيشه والشعر طاير كم الخيشة من شاف وجهك حرم العيشة والعقل وزنه وزنه الريشة يا طيب رح يكون ايه 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 مان الحقيقة بحكم ان حينا في مزرعة دواجن ها حنا في موسم غرس البيض ها فبالتالي بنغرس البيض ان شاء الله ونرشها بالمويه ان شاء الله وان شاء الله انه يعني يطلع دجاج حقيقي 100% يلا 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 ادفنوا ادفنوا اعطني اللي اعطني اللي اعطني اللي اعطني اللي اعطني ايه يلا ادفنوا 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 ايه رشها 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 يلا التوفيق يلا في دجاج 100% بدون فتاميل يلا التوفيق امسك امسك خلني اقول لي كلمتين كذا بوجهها لواحد عزيز على قلبي الحقيقة يا معالي الوزير ها حنا غرسنا البيض ورشيناه علشان يطلع دجاج 100% وما يطلع حلفانك كذب وبكذا إن شاء الله أنك ما تصوم 3 أيام فرصة سعيدة معاليك وشو زين وشو زين وشو زين أخبارهم ودحيم بعد قلبي هلا من هو الرجال اللي تحسيت وياه
صغار وبضحية. هذا حسام ولد اختي منا وفينا يعني. حسام ولد اختك؟ حسام ولد اختك صغير على الكبر، شلون صار هذا؟ حبيبي احنا في عصر السرعة، والشباب ما شاء الله هالايام يكبرون بسرعة. أنا بستندك يا خالة. السلام عليكم. يلا بالله إياه. بسم الله علي طه، ذبحت قومي يا يمه قوم تعورت. حبيبي يا حلوة. الله يهداك بس يا أبو دحية، ما احرجت مع الولد. وش فيها؟ كان صغير وصار كبير، كان طفل وصار شاب، وبعدين شباب هالايام ما شاء الله يكبرون بسرعه من هالوجبات السريعه. ما هو بسرعة من كف اللي يبي يجلس على الوجه، اما صرتي مرتزنعه. وش السبب اللي مندل على بناتنا؟ غير انه مستحيل انهن يصيرن ربات بيوت وبس اولادنا عن عائله. تكبرها الله يهداك بس، وبعدين الدلع حق البنات. هذا هن اكثر قاعدات ببيوت من السمنه. مثل الدبب، دبب. أنا أحذركم من هذا كله. شوفي مرة ولد سمو دحية مرمية بالمستشفى صايبها تسمم لك المطاعم. أنا ما أدري بنات هالوقت وأولادهم يوم وليلة ولا أطول منك، وشعورهم نص ظهورهم كله من الهرمونات. الله يسفينا شر آخره يا أم دحية. أنا شكو قاعد يتهمني؟ أنا ماني مسؤولة عن المجتمع كامل، مسؤولة عنك. إذا تبي تصير مرشد صحي ولا تشتغل بالإعلام ولا تشتغل يعني في الصحافة ولا غرد في تويتر حتى، واكتب هالمعلومات على الملأ، الكل الناس بتقرأ وبتتعب. صدق يا تحيم، من يوم سمعت تصريح وزير الزراعة وأنا آكل الدجاج ما أخاف من شيء أبد. أنا ما ارتحت يا سامي إلا يوم حلف وزير الزراعة أن ما له صدورنا أي علاقة بالهرمونات. حتى أنا يوم حلف صدقته. أنا اللي بحلف على الوزير ها؟ ان سلامنا يا سعوديين بعد كم سنه بيصير بالصدور، ما عاد في بالخشوم يعني. ديدك شوي فيك يا اخي، في هرمونات. اي والله حتى انا حسيت. يلا يلا مشينا بس يلا. دمها الدنيا مشاهد، عيش بس اسمع وشاهد، افهم